متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد الأسبوع، والتي نعرض لكم خلالها جردا لأهم الأحداث التي شاهدها الأسبوع المنقضي. وفي حلقة اليوم ستشاهدون معنا حصاد اليورو وكوبا أمريكا، بنزيما يعادل زيدان، كروس يودع ألمانيا، مبابي يغضب باريس، وخطوة انتقامية في الأفق. رسميا ميسي ليس لاعبا لبرشلونة، تطورات مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، وجديد الميركاتو الصيفي بذكر آخر الصفقات التي تمت رسميا. كل هذا والمزيد، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. حصاد اليورو. البداية كالعادة مع الحدث الأبرز في كرة القدم العالمية حاليا، كأس أمم أوروبا أو يورو 2020، وبه أزل الستار على منافسات ربع النهائي، حيث تأهل منتخب الدنمارك بفوزه على السويد بنتيجة 2-1، وتأهل منتخب إسبانيا بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح، كما نجح منتخب إيطاليا في حجز مقعده أيضا من خلال الفوز على بلجيكا 2-1، ولحق به منتخب إنجلترا الذي سحق أوكرانيا برباعية نظيفة. ومن المنتظر أن تقام مباريات نصف النهائي اليوم وغدا على ملعب ويمبلي، حيث سيلتقي المنتخب الإيطالي بنظيره الإسباني اليوم، وغدا موعدنا مع المباراة الثانية بين إنجلترا والدنمارك، علما بأن المباراة النهائية ستلعب يوم الأحد القادم في 11 يوليو الحالي. حصاد كوبا أمريكا. ومن أوروبا واليورو إلى أمريكا الجنوبية وبطولة كوبا أمريكا، وهناك وصلت البطولة أيضا إلى مرحلة نصف النهائي، حيث تأهل منتخب بيرو بعد تغلبه على باراغواي بركلات الترجيح، وتأهلت البرازيل على حساب تشيلي بهدف نظيف، كما تمكن منتخب كولومبيا من إقصاء أوروغواي بركلات الترجيح. وأخيرا قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على الإكوادور بثلاثية نظيفة. وستجمع مباريات نصف النهائي المنتخب البرازيلي في مواجهة منتخب بيرو، ومنتخب الأرجنتين في مواجهة كولومبيا، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 10 يوليو الحالي، والنهائي في 11 من الشهر ذاته. بنزيما يعادل زيدان. في ليلة سقوط منتخب فرنسا أمام سويسرا بالدور ثمن النهائي لليورو بعد الهزيمة بركلات الترجيح، خيم الحزن على مهاجم الديوك كريم بنزيما الذي كان يمني النفس بالذهاب بعيدا في البطولة القارية بعد عودته مجددا لصفوف المنتخب، لكنه في المقابل نجح في إضافة رقم شخصي له بعد تلك المباراة، حيث كان بنزيما قد سجل هدفين خلال الوقت الأصلي لذلك اللقاء ليصل إلى 31 هدفا مع فرنسا كسادس هدافي المنتخب التاريخيين، متساويا مع زين الدين زيدان. كروس يعتزل دوليا. في أعقاب خروج منتخب ألمانيا من يورو 2020، قرر لاعب وسط الماكينات الاعتزال دوليا ليكتفي بخوض 106 مباريات دولية، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 19، كما توج بكأس العالم 2014. وعلل كروس قراره بالقول: أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد في السنوات القليلة المقبلة، ومن الآن فصاعدا سأسمح لنفسي عن عمد بفترات راحة لم تكن موجودة كلاعب وطني منذ 11 عاما. وأضاف: كزوج وأب أود أيضا أن أكون هناك من أجل زوجتي وأولادي الثلاثة. السوبر ليج يوجه ضربة لليويفا. عادت قضية دوري السوبر الانفصالي إلى الواجهة من جديد، وبعد أن كان اليويفا يعمل مؤخرا على تطبيق بعض العقوبات على أندية ريال مدريد، يوفنتوس وبرشلونة باعتبار أنهم الثلاثي المستمر في البطولة حتى الآن، سواء بالاستبعاد من البطولات التابعة له أو بالغرامات المالية، أصدرت محكمة مدريد في المقابل حكما طالبت فيه اليويفا بإلغاء العقوبات والإجراءات التأديبية المفتوحة ضد الثلاثي المذكور. وفي حال رفض الاتحاد الأوروبي هذه القرارات، فسيكون هناك إجراءات قانونية صارمة واتهامات جنائية ضد كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الاتحاد ألكساندر تشيفرين. سوق المدربين. بشكل غير معتاد شهدت الأيام الماضية وحتى الآن حركة تنقل كبرى للمدربين في وقت وجيز لم يسبق لها مثيل بهذا الشكل، وكان من أبرزها رحيل زيدان عن ريال مدريد وتولي أنشيلوتي المهمة، رحيل كونتي عن إنتر ميلان، وتنصيب مورينيو مدربا لروما،
وتنقلات أخرى يضاف لها مؤخرا رحيل فرانك دي بور عن تدريب منتخب هولندا بعد الإقصاء من اليورو، وكذلك تولي رافائيل بينيتيز مهمة تدريب إيفرتون حتى 2024 خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي. هناك أيضا البرتغالي نونو سانتو الذي تم تعيينه مدربا لتوتنهام لعامين خلفا لمورينيو، والفرنسي باتريك فييرا مدربا لكريستال بالاس حتى عام 2024 خلفا لريوي هودسون. جديد الميركاتو. ومن ميركاتو المدربين إلى ميركاتو اللاعبين، وبعد مفاوضات دامت طويلا نجح مانشستر يونايتد في التعاقد رسميا مع الإنجليزي جادو سانشو قادما من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو لمدة 5 سنوات، فيما أعلن برشلونة رحيل جناحه البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، ليصبح هو رابع الراحلين عن الفريق بعد ماتيوس فرنانديز وخوان ميراندا وجان كلير توديبو. كما أعلن فيورنتينا رحيل الفرنسي فرانك ريبيري عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده بشكل رسمي. ونختم بقائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس الذي يقترب بشدة من ارتداء قميص باريس سان جيرمان، حيث اتفقت معظم وسائل الإعلام أن نادي الباريسي تم اتفاقه مع اللاعب على الانضمام لصفوفه في صفقة انتقال حر وبعقد مدته موسمان. ومن المنتظر أن يتم توقيع الكشف الطبي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. مبابي يبلغ باريس بقراره. لا تزال قضية تجديد عقد كيليان مبابي هي الشغل الشاغل لباريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي. فلاعب ينتهي عقده في صيف 2022، وحتى الآن يرفض كل محاولات التجديد في ظل رغبته بالانتقال لريال مدريد. ومع تكرار تلك المحاولات بعروض مختلفة، كشفت صحيفة ليكيب قبل أيام أن اللاعب أغلق الباب تماما أمام ناديه، وأبلغ المسؤولين أنه اتخذ قرارا نهائيا بألا يجدد عقده مع الفريق مهما تلقى من عروض للتجديد، لكنه ملتزم بالعقد حتى نهايته لو لم يوافق النادي على بيعه هذا الصيف. قبل أن تتحدث صحيفة ماركا عن آخر المستجدات في هذه المسألة، وتتمثل في أن مبابي وافق على تجديد عقده، لكنه اقترح وضع بند يسمح له بالرحيل في حالة وصول عرض من نادي آخر، وخصوصا ريال مدريد، وشرط الذي لا يلقى قبول إدارة سان جيرمان التي تدرك جيدا أن التجديد مع منحه حرية الانتقال للملكي لا فائدة منه. وبدأت إدارة باريس حاليا تلوح بسلاح التجميد الموسم المقبل بحق مبابي في حال أصر على موقفه. رسميا ميسي بلا فريق. لأول مرة منذ عام 2000 يصبح النجم الأرجنتيني دون عقد مع برشلونة، الأمر الذي يجعله قادرا على الانتقال لأي ناد إن رغب في ذلك. لكن وفقا لمعظم وسائل الإعلام فإن ميسي أقرب للتجديد مع برشلونة، حيث كان كل ما يهمه وجود مشروع رياضي قوي، وهو ما نجح نسبيا إخوان لابورتا في إقناعه به بالفترة الماضية ليوافق على التجديد لمدة عامين، على أن يرحل بعد ذلك للعب في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين آخرين، وفي نفس الوقت سيكون سفيرا للبارسا هناك، وبمجرد اعتزاله سيعود مرة أخرى إلى برشلونة ولكن في دور إداري، وسيتم الإعلان عن التجديد بعد انتهاء مغامرة اللاعب في كوبا أمريكا بحد أقصى. بنفس الصدد كشف موقع جول وصحيفة ماركا عن أخبار مغايرة لما سبق ذكره، عندما أكد أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بين النادي واللاعب، ولازال النقاش حول أمور مالية وضريبية ذات صلة بعقد ميسي. كما أن البارسا يعاني من صعوبات مالية تستلزم توفيق أوضاعه والموازنة بين دخله وإنفاقه من أجل تجديد العقد. هذا بالإضافة إلى أن اللاعب ينتظر أن يتأكد من توفير بيئة مناسبة من كافة النواحي لتحقيق الألقاب. تطورات مستقبل رونالدو. الكثير من الغموض يحيط بمستقبل النجم البرتغالي مع يوفنتوس، فمنذ خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا ارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن الفريق بناء على رغبته، وزادت وتيرة تلك الأخبار بشكل كبير بعد عودة أليجري لتدريب الفريق، حيث لا تجمعه علاقة جيدة باللاعب وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، ليبدأ الحديث عن انتقاله لباريس سان جيرمان واهتمام من مان يونايتد أو عودة محتملة لريال مدريد. ومؤخرا تحدثت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت عن الأمر، مشيرة إلى أن يوفنتوس قرر بيع رونالدو بالفعل للتخلص من عبء راتبه الضخم، ورصد مبلغا صادما للتخلي عن اللاعب ويقدر ب 29 مليون يورو فقط.
قبل أن تكشف الصحيفة نفسها عن تطورات جديدة في تلك القضية لاحقا. مفادها أن خورخي مينديز وكيل رونالدو طلب من إدارة السيدة العجوز تجديد عقد اللاعب لينتهي في صيف 2023 بدلا من صيف 2022 على أن يتقاضى نفس راتبه الحالي والمقدر ب 30 مليون يورو سنويا. وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس طلبت من مينديز مهلة للتفكير في الأمر، خاصة وأن راتب رونالدو يعد كبيرا للغاية ولا يتماشى مع الظروف الحالية. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.